مع وجود هذا الوباء وفيروس كورونا تفشيه في اليمن بشكل عام وخاصة محافظة تعز، أيضا احنا مصابين بوباء آخر لا يقل خطورة بل أشد خطورة، وهو ما يعمله الحوثي لا زال في الجبهات، يشعل هذه الجبهات ويشعل المعارك، ليس لديه ذرة إنسانية مع الوضع الإنساني المتفاقم وتفشي المرض ووفاة كثير من الحالات، لكن الحوثي لا زال يشعل الحرب في كل الجبهات. كان لنا في محافظة تعز أيضا خطوة ومناشدة أيضا مكتب المبعوث الأممي لتشكيل فرق مشتركة يعني لمكافحة هذا الوباء على مستوى محافظة تعز، لكن للأسف الشديد جوبهت برفض من قبل هذه الميليشيات الانقلابية، بل وجوبهت بتصعيد، ربما أبناء تعز لامسوا خلال أواخر شهر رمضان وأيضا مع أيام العيد الفيروس كورونا يقتل أبناء تعز، بالإضافة أن الحوثي لا زال يقتل أبناء تعز. ما خلصنا احنا درنا حرب.